ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل عشان نتواصل ونكمل اخبارنا في 7 دي سبورت، وهنبدا من عند النادي الاهلي. مباراه سيراميكا خلاص انتهت، واحنا بنستعد دلوقتي لمباراه بيراميدز. خلاص اللي فات في ملاحظات من حضراتكم وفي ملاحظات واضحه جدا، مجلس الاداره ان شاء الله هياخد باله او خلاص اوريدي بدا بخطوات. الجهاز الفني مارسيل كولر نفسه النهارده عقد جلسه فيديو في الملعب، وكمان كان في محاضره في الملعب للاعبين، وهنستعد لمباراه 2 يناير مباراه بيراميدز اللي ان شاء الله هتكون اول مباراه في السنه، وان شاء الله يحالفنا الحظ فيها ويكون عام جديد وبدايه جديده للنادي الاهلي. زي ما حضراتكم شايفين معانا هو دلوقتي الملعب، ملعب التتش. بدات النهارده التدريبات في ملعب التتش. في ملاحظات من كولر نفسه، في ملاحظات من مجلس الاداره نفسهم، الناس بتستعد واحنا جاهزين ان شاء الله لمباراه 2 يناير. مارسيل كولر المدير الفني عقد جلسه فيديو النهارده للاعبين، وده بالتاكيد وقت الدعم والمسانده من جمهور الاهلي لناديهم، وبالتاكيد كل الملاحظات والانتقادات موضع اهتمام ودراسه من الجهاز الفني وكمان من مجلس اداره النادي الاهلي ولجنه التخطيط كمان. طبعا احنا دلوقتي دورنا كاهلاويه ودور كل واحد همه الفرقه دي انه يدعم، كل الناس تشجع الفرقه، كل الناس تشجع اللعيبه، كل الناس تدعم. ده وقت الدعم بكل اشكاله بقى، يعني خلاص احنا لسه اول دوري وان شاء الله هنفضل اول دوري، وان شاء الله النادي الاهلي يفوز بالدوري، وان شاء الله التدعيمات اللي هتيجي معانا كل ده يضيف للفرقه ان شاء الله.